فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى سنة الترمذي باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني من الثقات الأزبات روى له الجماعة شيخ الأصحاب الكتب الستة قال حدثنا الليث بن سعد مفخرة المصريين عن ابن شهاب والزهري أمين المؤمنين في الحديث عن عروة بن الزبير وهو من أذبة الناس في عائشة كان تقيا نقيا عالما فقيها محدثا عن عائشة رضي الله عنها أرضاها عائشة سيدة نساء العالمين وأعلم نساء على الإطلاق أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل كل صلاة. ولم يذكر ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته. قال أبو عيسى عروة هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قال استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. في هذا الحديث أيضا مسائل منها أن أم حبيبة بنت جحش وكما قال العلماء كانوا ثلاثة بنات جحش ثلاثة زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش وأم حبيبة وكلهن كنا مستحضات. فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيما يستحي منه وتكلم في أمور خصوصية جدا للمرأة قالت إني أستحاض يعني تأتيني حيضة فأكون مستحاضة والمستحاضة هي التي استمر دمها ولم ينقطع عنها فإذا مر عبر 15 يوما فإنها مستحاضة وينظر في حالها إن كانت مبتدأة فالتمييز أولى الأمر لها وإن كانت معتادة ترجع لعادتها وإن لم تحفظ عادتها ويأتيها الدم ليس على وتيرة واحدة متميزا فالتمييز يكون حالها. قالت أستحاض فلا أطهر يعني المسألة أن الدماء تسيل وهي مستمرة أفأدع الصلاة يعني أتركها ما دامت أستحاض معي أترك الصلاة ما الدماء بتنزل. فقال لا تدعيها إنما ذلك عرق. بيّن لها أن المسألة ليست على هذا الدم ليس دم الصحة لأن دم الحيض والدم الذي يخرج الرحم يدفعه على سبيل الصحة لكن هناك دم فساد ودم الفساد هو ما كان من رغدة الشيطان وهو استمرار نزول الدم وعدم انقطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فاغتسلي ثم صلي. وطبعا كان لابد أن يبين لها أنها إما ترجع للعادة يقول إذا جاء قرؤك فامتنع عن الصلاة فيذهب قرؤك فاغتسلي وصلي. هنا قال فاغتسلي ثم صلي يعني اغتسلي في العادة لنرتال العادة اغتسلي في العادة التي تحت الدماء وعلمت أن الدم ينزل عليك في هذا الوقت 4 أيام 5 أيام 6 أيام على ما تعلمين من نفسك فيكون هذا هو حيضك. لكن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة فاختلف العلماء على اغتسالها لكل صلاة هل هذا مرفوع منصوص عليه أم هو اجتهاد منها؟ الجمهور على أنه اجتهاد منها وحقا نقول إن صح التعبير أو صح الحديث بأنه قال لها واغتسلي لكل صلاة وقد ورد قريبا في سنة الترمذي وبينا أنه صحيح فنقول إذا المعنى هنا يغتسل لكل صلاة استحبابا يغتسل لكل صلاة استحبابا لا وجوبا. فالمستحاضة عليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت لأن طهارتها طهارة حكمية استمرار نزول الدم انقطاع انتقاد الوضوء نعم. لذلك نقول لها تتلجم أو تتحفظ أو تستثفر وتغسل المحل وتتوضأ لكل صلاة لكنها كانت تجتهد وتغتسل لكل صلاة وهذا عجب الأمرين للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يجب عليها
أنها تتوضأ لكل صلاة مع دخول الوقت. ولذلك الزهري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنها تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلت، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني آمرا لها أن تغتسل كل صلاة ولكنها فعلت ذلك من عندها. وذلك قال الشافعي إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، تغتسل للطهر إن كان عادة أو تمييزا، إن كان عادة مرة خمسة أيام فالمسألة تغتسل، إن كان أيضا التمييز والتمييز الأسود المحتدم الحيض والأحمر بحراني دم فساد. في قولي وأروى هذا الحديث عن زهر عن عمر عن عائشة استفت محيمة، فالزهري هنا روى هذا الحديث وفارس ميدان تعلمون روى هذا الحديث من ثلاثة أوجه، عن عروة بن زوي عن عائشة رضي الله عنه وأرضاه، وعن عمرة الزهري أيضا يروي عنه، وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنه وأرضاه في رواية أبي داود، وعن عروة وعمرة أو عمرة كليهما عن عائشة رضي الله عنه ورضي الله عن جميع. قوله قد قال بعض أهل العلم المستحاض تغتسل عند كل صلاة، هذا يعني كما قلت ضعفه البخاري وضعفه غيره، يعني البيهقي قال لم يثبت شيء في أن تغتسل عن كل صلاة. وإذ قلنا بأن قريبا الحديث مر علينا وأننا قلنا بثبوته مع الطرق فأنها تغتسل، أنها لا تغتسل، لا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة، بس صحيح أنها تتوضأ لكل صلاة، صحيح أنها تتوضأ لكل صلاة. كل الأحاديث الواردة في سنة أبي داود والبيهقي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيه شيء ثابت. وقد فند الباقي ضعفها. والحقيقة أن ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فقالت يا رسول الله، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قالت إنها استحاض حيضة كثيرة، قال لها إنما ذلك فاغتسلي، قال فاغتسلي ثم صلي، يعني اغتسلي في وقت الطهر، وهذا يعني أعادها على العادة، عادة نفسها. ولذلك قلنا المستحاضة لها ثلاث أحوال، أنها مبتدئة، أنها معتادة، أنها مميزة. المميزة التي يأتيها الدم على 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 لا ليس على وطيرة واحدة، الأسود المحتدم هو الحيض والأحمر البحراني ليس الحيض إذا اختلط الأمر. الحالة الثانية أنها تكون معتادة فيردها للعادة. الحالة الثالثة مبتدئة قالوا التمييز أولى بها، ولذلك اختلف العلماء لما يجتمع التمييز مع العادة، فالجمهور على العادة والشافعي على التمييز، وقيل العكس الجمهور على التمييز والشافعي على العادة، لكن صحيح أن الشافعي على التمييز يقدمون التمييز، وأحمد والجمهور يقدمون العادة إلا ما دلت القرينة على مسألة التمييز. وهذه فيها دلالة أيضا واضحة على أن الشرع الحكيم ما ترك شارده ولا وريده إلا أتى بها. الفوائد المستنبطة: جواز سؤال المرأة فيما يستحي منه الرجل، جواز اجتهاد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير حديث العسيف حديث أبي بكر رضي الله فكثير، جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دل على خيرية هذه الأمة، الفائدة الثالثة: العادة محكمة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفي النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.